هذا اللي هو اليوم ما يتكرر الا كل 4 سنوات. ثانك يو سو ماتش، ابريشيت والله. لا ما فيش عليه، خلك شويه يعني. هو اللي يلقي الخطبه، هو اللي يملك للناس. السلام عليكم، يا هلا يا مرحبا، يا صباح الخيرات والمسرات، علومكم اخباركم. شوفوا مع تساقط الثلوج وما ادري تشوفون ملاحظين الثلج. اليوم نبي نطلع نخلصنا كذا شغله بسيطه جدا، فنبي نغسل الملابس ونسوي بعض الامور ان شاء الله، ووريكم في فعاليات صايره. لكن موضوع غسيل الملابس اللي هو اللاندري داي كذا، دائما في امريكا في نكت وجوكس على موضوع اللاندري داي، انه يعني اغث يوم او كذا يعني خايس كذا. وانا دائما انصح اللي متزوجين عندهم عيله، يا اخي حطوا غسالات، هذا شيء خايس فيه، حطوا غسالات في البيت. فخلونا نطلع نغسل. لكن قبل كذا لا تنسون انا جايب معاي، نبدا بالموز يا جماعه. الموز فيه البوتاسيوم، والبوتاسيوم يغذي العضل من الداخل. فيلا خلونا نتوجه. الله الاجواء الثلجيه، هذا محل اسمه طوكيو يبيع بعض الاغراض من اليابان وغيرها اسيويه. انا جيت عند هذه ذا لاندري فاكتوري، هذه المغسله كويسه، مدحوها لي ناس بديت استخدمها. عموما المغسله هذه مره جميله، لان يوفرون لك فيها انترنت، تقدر تجيب فيها واي فاي، تكي تحل امورك، تسوي امورك، تخلص شغلك. ايضا عندك فيها موظفين داخليين، فيهم حتى مغسله تقدر تعطيهم يغسلوا لك ملابسك يكونها، بس شوي غالي في امريكا غسيل وكوي الملابس، مره غالي. فا اي زبده، يوفرون كل شيء تبيه هنا وتكي وتعين من الله خير. فخلونا نغسل الملابس، يلا خلونا ندخل. يلا بسم الله. شو هذه؟ كل الغسالات موجوده، الناس تغسل امورها هنا، جلسه تكيه لابتوب مع بعد الناس، ما نبي نطلع احد في الصوره عشان ما يسوي لنا سالفه. هذا موفرين لك بعد صرافه، اللي يقول ما عندي فلوس وغيره، فانا بجاي للجهاز هذا، جاي للجهاز هذا عشان نبدل العمله، عشان ناخذ الكوينز. بسم الله. شوف هذا السعر، يقول لك $5.50 عشان بس تغسلها، لكن لو جيت اخترت مثلا تقول ابي حار بارد، شوف ينقص السعر على المويه، خليها وورم دافي المويه، طهنا بسم الله. ادري بعض الناس تقول لك لا، اذا قطن مدري شلون خله بارد، واذا حار مدري، يعني كل نوع من انواع الملابس، انا اخليها بس دافيه كذا وخلص. كذا حطيناها، الان ستارت، نعطيه ستارت، فيقول لك 24 دقيقه وتنتهي الملابس. خلصت الملابس، الحين بنحطها هناك في النشافة. النشافة تختار حار أو شديد الحرارة أو كذا زي مناخنا، بس بسرعة أحيانا تحرق الملابس بعضها إذا حطيت مرة حار. هذا النشافة تحط، بسم الله. هذا 50 بس عشان يبدأ، 50 سنت، تعطي ميد تمبريتشر هاي تمبريتشر، نعطيها أبيها حار زيادة، تضغط يعطيك 5 دقائق، لكن أنا ما راح أخليها 5 دقائق. وهذه 10 دقائق، وهذا ربع ساعة، لأني حطيته حار مرة، والله يحرق، الحين ما يحتاج حتى أصلا تنشفه. يعني النشافة مع حرارة كذا يطلع كأنه مكوي بعض مرات. على العموم يا جماعة، اليوم هو تاريخ 29 فبراير 2020. خلت مرة السيارات بس. فهذا يسمى ليب داي، ليب داي. هذا اللي هو اليوم ما يتكرر الا كل 4 سنوات، فهو دائما شهر فبراير يكون 28 يوم، ولكن السنة هذه صار 29 يوم. بعد 3 سنوات راح ترجع مرة ثانية ويصير 29 يوم، فاللي مولود اليوم عنده بيرث داي ما راح يجي بيرث داي الا كل 4 سنوات، فيوم 29 فبراير هو يوم مميز. احيانا تلقون في اليوتيوب نفس العائلة يجيبون ولدهم ويقولون هو مسكين مولود في اليوم هذا. انا قلت السالفة هذه في سناب شات هنا، حياكم، انا قلتها في سناب شات بس تخبرون يوتيوب وسناب شات، ها اللي بيجي ترى قلناها قبل. هذا يا جماعة المركز الإسلامي اللي موجود هنا في المدينة، وخلونا أعطيكم نبذة عن بعض المراكز الإسلامية الموجودة هنا. شوفوا هذا المدخل من هنا، هذه موقف السيارات كذا توقف، هذه كلها للمركز الإسلامي، له كذا مدخل. هذه السيارات هذه كلهم جايين للمسجد هنا، مسجد ومركز إسلامي كله مع بعض. شوف اللوحة هذه المحطوطة قدام المسجد، شوف من هنا هذه جيران المسجد، هذه جهتهم، حاطين نفس اللوحة هناك. لا يهم من أين أنتم وأين ولدتم، ولكن نحن سعيدين أنكم جيراننا وغيره، وهناك بعد جيران المسجد حطوها.
فهذه جهة كاملة للمسجد. ويا جماعة بس خذوا فكرة أن موضوع المسجد أو المركز الإسلامي هنا في أمريكا يختلف عن زي وضع مثلا في الدول العربية ووضع عندنا في السعودية. فإمام المسجد هنا مو بس إمام يؤدي الصلوات ويمشي، لا، هذا هو المفتي، هو اللي يلقي الخطبة، هو اللي يملك للناس. إذا في مثلا إيفنت برا مثلا مع تخبرون طوائف ثانية أو أي شيء، هو لازم يروح هناك يمثل الإسلام، يمثل المركز الإسلامي الموجود هنا. لو جو ناس ثانيين يسألون عن الإسلام هو اللي يعطيهم، لو جاء واحد يسلم هو اللي يوقعله على شهادة الإسلام، فهي تعتبر وظيفة. فإمام المسجد يكون عنده دوام هنا في المكاتب، الحين أوريكم المكاتب، خلي السيارات تعدي. يكون عنده دوام احيانا من 9 ومن 8 على حسب، الى الساعه 3 العصر او 5 على حسب، يختلف من مركز اسلامي لمركز اسلامي. فهي تختلف الوظيفه هنا، مو زي وظيفتنا زي عندنا في السعوديه. الحمد لله في السعوديه موجوده مساجد كثير، والحمد لله في مراكز ثانيه وغيرها، بس هنا مسجد مركز اسلامي متكامل. خلينا ناخذكم داخل نعطيكم لقطه من المسجد او المركز الاسلامي كامل متكامل. بسم الله ما شاء الله. الحين المسجد فاضي، فأنا جيت بدري كذا قبل لا أحد يجي، فقد نأخذ لكم كذا صورة. هذه هنا الخطيب، شايفين الوقفة كيف العالم تسوي. عندنا هنا محسن، السلام عليكم. كيف الحال؟ تمام، شلون أمورك؟ تمام. يلا قاعد أخذ كم صورة كذا للمسجد وقاعد أعطيهم بعض المعلومات. يا بعد رأسي أبو عثمان، أبو عثمان هذا صاحبنا حبيبنا المحسن، سلام. هنا الأوفيس كامل، الإمام وغيره والإدارة حقت المسجد كاملة. شوفوا هنا كل السيب، هناك في الأخير قاعة اجتماعات وهذه مكاتب، فتعتبر إدارة كاملة المسجد اللي هنا. خلنا أخذكم بعد شوي، خلنا نتمشى داخل. شوف هنا بعد هذا مكتب، فخل نروح لصالة الاجتماعات اللي هنا. إن شاء الله تبارك الرحمن. شوف الكاميرا هنا تطالع بنا، أي. فهنا هذه صالة الاجتماعات يسوونها في المسجد، طبعا تختلف المساجد على كبرها. أو ما شاء الله، شوف هنا ايش حاطين بعد. تعال سوي الكافي، ضبط امورك، بسوي كافي بعد شوي. فهي تعتبر كذا، يعني الموضوع يختلف عن وضع عندنا في الدول العربية. طيب عندنا مايكا، this is the coffee for me. Yes, that is for you. Thank you so much, I appreciate it. والله thank you. انا اللي يهتمون فيني ترى دائما انا كذا انحرج يا جماعة بزيادة. شكرا لك. Thank you brother. في رمضان يسوون كل يوم فطور، والناس تجي هنا تتجمع وتستانس وتنبسط ويصلوا تراويح وغيره. وهذه بعد جهة يعني يقولون احيانا دخول نساء ولا غيره. شوفوا هذه كلها ملك للمسجد. احيانا طالع تحت للبيسمنت انا بوريكم، في مطبخ وفي كذا، واحيانا يسوون لك في بعض الغرف، في صدى صح، في بعض الغرف كذا للاطفال وكذا. يعني اليوم عندهم مسوين كذا شيء للبيع، بس يعني يسوون كذا مهرجان ايفنت او كذا فعاليه. لكن شوفوا هنا المطبخ، هاي الثلاجات، هنا يطبخون ويسوون كل شيء في رمضان، ولو كان عندهم يعني اجتماع ولا شيء. هذه كلها الأغراض للمسجد، الثلاجات وغيره. الفعالية اللي موجودة هذه عندهم في المجان. شناخذ نبي شيء حار. أشهد أن محمدا رسول الله. Thank you brother عبد الواحد، هذا يشتغل هنا. Thank you brother علي. يا سلام. خلونا نطلعنا بس هنا شوي. تحت كان في الصالة في ورعان وكذا وناس وزحمة وفي حريم مسوين عشان بالفعالية، فما حبيت أصور كثير. لكن أنا بس عطيتكم سلام عليكم، كيف بس عطيتكم فكرة أن يعني تعرفون أن في فرق بين مواضيع يعني المساجد هناك ومساجد أمريكا، وكل مسجد يختلف عن الثاني هنا في أمريكا على حسب حجم المجتمع المسلم الموجود. في مساجد أكبر بكثير وفي مساجد أصغر بكثير. يلا هذه بس فكرة بسيطة عن موضوع المساجد. يعني لا حد يقول تحلطم ولا شيء، بس لا يعني كذا كل معابرة، خذوها كذا ككل معابرة. يا ليت الناس تتقيد في الوقت أو تتقيد في الوقت. يعني خلاص لقلنا وقت معين، لا حد يتأخر. تعرفون بعض الواحد يقول للساعة 5 ما يجيك للساعة 6 أو 5:30، وأحيانا تضطر تقول للساعة تعال الساعة 4 عشان يجيك وبدري، أو يجيك عفوا يجيك الساعة 5، فأنت تضطر كذا. فيا ليت يعني الواحد شوي يتقيد بالوقت. خلاص خلونا على الوقت، وش الضارنا يعني؟ ليش ما نتقيدنا؟ وبعدين بعض الناس هذول، طبعا انا قاعد اكل هذا التشيروز الحار لذيذ جدا، ايش تبون نسوي؟ لازم نتقوى. في بعض الناس احيانا يوم تقول له تعال على الوقت ما يجي من اخوياك، صح؟ يعني تقول له 4 ما يجيك، يجيك الساعه 5.
فمرة تقول له تعال الساعة 3 تعالي صح، وهل مرة هذه اللي قلت له تعال الساعة 3 يجيك على الوقت، وإذا ما طلعت لا يمسكها عليك. فبس يعني أنا هذا اللي أقصده. خذوها كذا ككل معابر. هذا ملعب الجامعة للشباب، جينا نلعب معاهم. شوفوا هنا بعد هذا كله مجهز للجامعة، وهنا بندخل جوا. كبر هذا نافخينه. هذا كله ملعب داخلي كذا اندور. فخلونا ندخل نشوف شو شكله من الداخل. شوف ما شاء الله هناك تقريبا في داخل 3 أو 4 ملاعب على حسب كم العدد اللي بيلعبون. فما شاء الله حتى هنا شوف ان شاء الله الجيم خارجي غير الجيم الداخلي حق الجامعة اللي هنا موجود. شوف هنا ما شاء الله المواقف هذه فوق، وفي فوق بعد هنا ملعبين او 3 فوق. شوف البرج. يلا بسم الله خلونا ندخل. نروح يمين ولا يسار؟ اي شيء. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اي هذا قوم انا. شوفوا ما شاء الله ايش كبر من داخل، شلون هالنفخ الكبيره نافخينها. فحلو حلو مره. في بعض الشغلات اللي هنا مختلفه عن السعوديه في بعض الله. اسولف الكاميرا يا شباب مو لكم تناظرون لي كذا نحرج. طيب اسمع خلنا اقول في شغلات انا تختلف. احنا نحب الزحلقه، لكن في امريكا ممنوع الزحلقه صح؟ ما تزحلق عشان الهيلث انشورنس، لان هنا غالي مره التامين، فلذلك ما في زحلقه. وبس يعني شوي يختلف. احيانا في بعض البطولات لو لعبت لو زحلقت اعطاك اصفر، تزحلق مره ثانيه تاخذ احمر. فانتبهوا ما في زحلقه كذا الواحد يقول لك خش عليه، لا ما في خش عليه، خلك شويه يعني ها على الخفيف. ترى اللعبه يعني فريندلي كذا فن، لعبه كذا وناسه. شوف ما شاء الله هذول الفريق اللي هنا، او عفوا المباراه اللي هنا، في 3 مباريات صاير هذا مقسمين 3 ملعب. طب ما تجي تحجز عشان ما تصير في مشاكل، فكل واحد يحجز باسمه ساعتين وتضبط. فشوفوا ما شاء الله الفريق اللي هنا هم شناطهم اغراضهم كلها اللي موجوده. الدنيا برا مره برد. عموما هم كذا يصير تنظيم دائما عشان يتيحون ما تصير في مشاكل ولا هواش، فكل واحد يحجز ساعه ساعتين كذا على حسب اللي انت به. فيجي الواحد خلاص موجود محجوز لك، ما يقول واحد لا انا اخذته انا ما اخذته، وفي هنا واحد بعد يشيك عليه. عموما الى كذا نكون وصلنا يلا نهايه الفيديو، نشوفكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.